أصدقائي في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية أو سلسلة دروس فرنسية. امبارح إحنا أو في الفيديو اللي فات إحنا اتكلمنا عن ليز أدجكتيف ديمونستراتيف اللي هي صفات الإشارة. صفات الإشارة سو للمفرد المذكر، ست للمفرد المؤنث، سي للجمع بنوعين، وست اللي هي تي واحدة دي للمفرد المذكر المبدوء بحرف متحرك. النهاردة إحنا هناخد ضمائر الإشارة. امبارح احنا خدنا صفات الاشاره، النهارده ناخد ضمائر الاشاره. طب ضمائر الاشاره ايه هي استخدامها؟ ان هي بتحل محل اسم ذكر قبل ذلك، يعني احنا مش عايزين نكرره تاني. فهناخد هنشوف كده لي برونون ديمونستراتيف. لي برونون ديمونستراتيف، برونون ضمائر، ديمونستراتيف الاشاره. تنقسم الى قسمين، سامبل رينفورسي. سمبل يعني ايه سمبل؟ يعني بتيجي لوحدها، ما بيجيش معاها ايه حاجه بتدعمها. سلوي يعني سلوي هذا، سل بمعنى هذه، سو هؤلاء، وسل ده مفرد مذكر. هنا سل مفرد مؤنث، سلوي مفرد مذكر، سل المفرد المؤنث، سو للجمع المذكر، سو جمع مذكر، سل للايه جمع المؤنث. ناخد الامثله كده ونشوف عشان تبقى الدنيا سهله معانا. سلوي دي بقى وظيفتها ايه؟ غون بلس ان نو ماسكولا، غون بلس ان نو ماسكولا، يعني بتحل محل اسم مذكر. مثال عليها، اكزامبل جو فودري سو بانطالون، جو فودري سو بانطالون سلوي كي اي نوار. جو فودري، كلمة فودري دي ده زمن الايه؟ المضارع الشرطي، اللي هو اللي بستخدم فيه الطلب بأدب. بالفرنسي اسمه لا دوموند بولي، الطلب بأدب. اقول ايه؟ انا كنت اريد هذا، انا عايز اشتري هذا البنطلون. جو فودري سو بنطلون. هنا اقول بقى ايه؟ هقول هذا البنطلون كي اي نوار، يكون اسود؟ لا، بستخدم اداة مذكر لان بنطلون مذكر، فبستخدم اداه تحل محل الايه؟ تحل محل كلمه الايه؟ البنطلون. يبقى هو بقى تحل بقى، يبقى مذكر اهو، سلوي يعني. سلوي كي، وكي ضمير وصل. يجي بعد سلوي، يجي بعده كي او يجي بعده دو، ضمير وصل. سلوي كي اي نوار. طالما ما جاش بعدها حاجه مركبه سي او لا، يبقى يجي بعدها ايه؟ ضمير الوصل كي. سلوي كي اي نوار. ننتقل إلى كلمة سل. هذه غون بلس أن نون فيمينا، تحل محل اسم مؤنث. إكزامبل سات لوسون، سات لوسون إيه فصيل؟ هذا الدرس سهل، مي ولكن، سال دي يير إيه ديفيسيل، ولكن يعني الذي كان في بالأمس كان صعبا. هقول سات لوسون دي ايه دي انفيزيل؟ بس هجيب حاجه ايه؟ تحل محل ايه؟ سات لوسون اللي هو السوجي، تحل محل سال دير اللي كده سهلت اهو، اللي تفادي التكرار بدل ما تكرر الجمله مرتين. اقول ايه؟ سال دير ايه ديفيزيل، ولكن درس امبارح كان صعب. الكلمه الثالثه سو بمعنى هؤلاء، سو هون بلس ضمير الاشاره، سو هون بلس ان نوم ماسكول بلوريل، ان نوم تحل محل اسم جمع مذكر ماسكولان بلوريل. مثال جي شوازي سي فيتمون، جي شوازي سي فيتمون، انا اخترت هذه الملابس. سو كي سون تون كوتون، انا اخترت هذه الملابس. طيب سو كي والتي تكون، بدل ما اقول هذه الملابس ما اكررش بقى، او سو كي سون تون كوتون التي هي تكون من القطن، من القطن. الرابع سل للجمع المؤنث، اون بلاس ان نو فيمينان بلوريل جمع مؤنث، تحل محل جمع اسم جمع مؤنث. لي روب الفساتين جمع مؤنث اهي، دو عليا سون بل فساتين عليا جميله او جمال. سل دو بدل ما اقول فساتين هدى، سل دو هدى، يبقى سل بتحل محل ايه يا جماعه؟ الفساتين اللي هي في الاول ديت. سل دو هدى سون دو موفيس كاليتي، بس الفساتين هدى ايه؟
يعني من الجودة بتاعتها، الجودة بتاعتها السيئة أو الإيموجي بتاعها سيء، هو المقصود سالدورو ده سوندو موبي كاليتي. ضمائر لبونون ديموستراتيف ممكن تيجي بسيطة سلوي سل سو سل، أو تيجي إيه رينفورسي مدعمة أو مركبة، أو ليه سلوي سي سلوي لا سل سي سل لا سو سي مركبة أي مدعمة سو لا سل سي سل لا. ناخد مثال لوكيل دي دو ستيلو، اي من القلمين ام تي بتحب، بتحب ايه من القلمين دول تختار سلويسي او سلوي لا. يبقى سلويسي للقرب، حاجه قريبه، اما سلوي لا حاجه بعيده، يعني قلم بعيد فيها قريب وقلم بعيد، انا بخيار من القلمين دول. يبقى لوكيل دي دو ستيلو ام تي سلويسي او سلوي لا، ده هذا ولا ذاك، ده ولا ده. شكرا لكم، واتمنى تكون استفدتم. ولا نقاط.